السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب براقي ونشوف أنه العشب الطبيعي ما زال فيه بقع صفراء رغم كل المعالجة اللي درناها. إن شاء الله المهم يكون تجربة لنأخذ منها. رغم ذلك في الملعب يبدو رائع من ناحية التصميم. شوف هنا المقاعد روعة، إن شاء الله يكون فيها خير من المستقبل. والسلام عليكم.